الشباب على المقامات نسوي حملة تسكين على هذا الخط الجراج الشمالي للسودان. كملنا مغادي وهسا جايين نطلع لي فوق. باكر ايه استاذ منبر صب وخلصوا هذا هاي كلها تنكر هو هذا بكل عفتي هذا مين بكل لا هذا ما لفع اليوم كانت لنا جولة مع الأخ مدير المجاري والأخ مدير بلدية الموصل. الحمد لله يعني طلعنا على عدة مناطق، وضع المدينة من حيث استيعاب المجاري الأمطار جيد جدا، ماكو فيضان في أي حي من الأحياء اللي شفناها واللي كانت دائما معرضة للفيضان العام الماضي. يعني السنة لله الحمد ماكو يعني لحد الآن أي فيضان عندنا في أي حي من الأحياء. وأيضا اطلعنا ويا الأخ مدير بلدية على المدينة القديمة وجينا هسه في منطقة الجوسق البلدية، أيضا بعض الأرصفة مأسستها وبها أعمال صب يعني. لكن للأسف نشوف بعض يعني أهن المواطنين للأسف يعني الصبة بعدها خضرة ويمشون عليها يعني. يعني هذا عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل نفر قليل للأسف. هذه الثقافة لابد أن نغادرها. يعني الموصل مدينتنا يعني بيتنا، المال العام هو للكل، اتعامل وياه مثل ما اتعامل ويا بيتي. ايضا انا وجهت الاخوان بالبلدية، اي منفذ ترابي على شارع عام ممنوع. يعني هذه شوارعنا تدمرها الطين، سيارات تجي من منافذ ترابية على الشوارع وتدمرها. وبلغت الاخوان بالبلدية،
اللي يخص البلدية هم يسووه، لابد أن يكون هامش لصب معين بحيث ما يدخل الشارع العام منفذ ترابي. أما بالنسبة للمحلات المخازن المنشآت يبلغوهم ينطوهم فترة زمنية وراها تتخذ الإجراءات بحقهم. دمروا شوارعنا من وراء المنافذ الترابية، يعني المدن المتحضرة ماكو منفذ ترابي يدخل على شارع عام بحيث يدمره. تم إجراء زيارة ميدانية مع سيد المحافظ، جولة ميدانية في مدينة الموصل. نحن كبلدية الموصل جهة ساندة لدائرة المجاري في متابعة المنهولات ومتابعة النفايات التي تنزل إلى المجاري. الحمد لله الوضع جيد في المدينة من ناحية الأمطار وعدم تراكم المياه. كذلك تم إجراء جولة في بعض مناطق المدينة القديمة وفي منطقة السرجخانة، تم متابعة التمثال العامل الذي نصب اليوم، وكذلك في منطقة الجوسق هناك صب للأرصفة وبعض الجزرات الوسطية وبعض الحدائق تم متابعتها. إن شاء الله الموصل بخير بمتابعة السيد المحافظ وكل الطيبين، ونحن جاهزون للعمل بإذن الله تعالى.